احنا لبس على التلفزيون تي في. حان الان الفقره الاخيره، فقره المسابقه. عندي فريق السلاحف وفريق النينجا. النينجا ديما يربح يا مريم. احنا سلاحف. اي سلاحف جابوك انت على الاقل باش تعاونهم. نبدا باسئله الثقافه العامه يا بلال ويا مريم. مريم انت تجاوب على السؤال هذا، شنو كان اسم سيدي بوسعيد يا مريم؟ جبل المنار، الرقوبة، ولا فينيكس؟ فينيكس فيني عيعات. لا شبيك تغزر للعبيد، تغزر للسؤال. استنى ينجموا يعاونوك اللي معاك راهو. اي بيت شعري الرقوبة، بيت شعري الرقوبة. الرقوبة، برافو جوابك. جبل المنار. يعني بيت شعري الرقوبة. عرفت على سيدي بوسعيد من هذا الشكل. بيت شعري البلدي. عندكم بيت شعري؟ عناش بيت الشعر هذاك جبل المنار سيدي الغالي. الله علاش؟ نظويو. يلا ان شاء الله. هذا السؤال اللي صفاه وما يعاونها حد. ما يعاونها حد، واضح. من هو مؤلف الخبز الحافي؟ نعرف. لحظة ما يتكلم حد. أوكي. محسن بولعريس، محمد شكري، منور سمادح، بلال. سميه وحدها. محمد شكري. شوف يلغى أجوب. والله لا ريت ورحمة بابا لا ريت وقسما بربي ولا قال لي. ما قال حد. والله لا. يعني صفاء. والله لا قلت لحظة. صحفية راني يا شومي. جمهورنا لحظة. طفلة صحفية. لحظة جنسيته. باهي لحظة. جمهورنا اللي صدق. اللي صدق انه صفاء تعرف محمد شكري مباشرة يهز يديه من الجمهور العزيز. حد. واحدة. قبل ثاني قمرتك. حد ما هذا. والله حسستني. عر عليك الصدر يا ليلى. حسستوني ربع فراشة اليوم. والله. والله جوابنا صحيح. والله حسستني ربع فراشة. لا قرايت. ليه ليش؟ نعطيهم النقطة. من هو صاحب أغنية عندي ولدي يا حضار؟ وهذه جاوب عليها سفيان. عاد أعطيها له كاتبها هو إيه تقول. صالح الخميسي، الهادي السملالي، أو محمد ممدوح. الهادي السملالي. زيد ثبت. صالح الخميسي. صالح الخميسي والهادي السملالي. الهادي السملالي. حافظها انت. راه غني اكستري منها. عندي ولدي يا حضار كاين شراره من نار. عندي ولدي ميكرو. يا حضار كاين شراره من نار. في بالي عملت بيها فار طلعلي. من الحمار ايش؟ جمعة مشات وجمعة جات تغرم لي بالبسكلات. جمعة مشات وجمعة جات تغرم لي بالبسكلات. جاتني ساقي في الريونات اشبي. شنق روحو شوية لا تقطع بالحوحو. أمو واختو وإحنا النوعو وهوكا ملوح في سبيطة. لا 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 لا. سي بون برافو. يلا وليد لك انت سؤال. ما هو صوت البرق؟ زمهرير، هزيم، ولا ليس له صوت؟ توا هكا توا البرق ما عندوش صوت. الزمهرير لا صوت النار. والواحد زمهور ليس له صوت. الرعد عنده صوت، البرق ما عندوش صوت. واش جواب صحيح؟ هلا. سؤال لسعدي. تقع كاراكاس في فنزويلا، المكسيك، أم أمريكا؟ فنزويلا، العاصمة كاراكاس. والجواب صحيح. المستوى عالي اليوم. أبك أبك. بيت في الشارج السعدي. والله بيت في الشارج البارح. عاش نحيي المريول. الله يبارك. بالعمل يا نحيي. إن لجميل يا شاء الله. بليل السؤال لك أنت. تفضل. بيا رحال من هي؟ منى نور الدين، عليا، أم نعمة؟ نعرف. يا بابا يا بابا. ما يتكلم حد. منى نور الدين، عليا، أم نعمة؟ عليا. نعمة. سيلانس جمهور. جواب غلط. عليا. 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 بعد النتيجة فريق السلاحف ربح 2-1. إيه وجهة مبروك. سعد. يلا. يتمنى ربحنا منا. السؤال لمريم بن ميمي ما يجاوبها حد وما يعاونها حد. مقام أبي زمعة البلوي هو اقرا ثلاثه. والله تعطي فيهم اسئله سهله. اقرا ثلاثه. اقرا ثلاثه احتمالات مريم. علاش تعذب فيها؟ امشي امشي. مقام ابي زمعه. ها؟ زمعة البلوي هو مقام سلطان المدينه، زاويه سيدي صاحبي ضريح سيدي محلس. اداره بتاع بلديه سيدي محلس.
ما تاخذش كليم. هو شكون هو ابي زمعه الساعه؟ ابي زمعه البلوي هو معناها. فسر لها شكون ابو زمعه وليد؟ ايوه بلوي موك بلجي انت. فسر لها باش تجاوب باش تجاوب صحيح. هاي جاوب هاي. انا نعرف سيدي محرز. لا 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 يلا شنو جوابك؟ جواب سيدي مريم. هيا عاد سيدي محرز اجاوب غلط. برافو صاحبي. سيدي صاحبي قيروان. موجود في القيروان. ويغنيوا عليه سيدينا نوفل. سؤال لوليد سيدي الغالي. صحيح يقولوا يا صاحب الجاه يا سيد. حل ميكرو حل. راه يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا سيد يا صاحب الجاه يا صاحب رسول الله يا سيد. برافو برافو. يلا اللي كنت السؤال تفضل. هيروشيما هي مدينة يابانية صينية أم فيتنام؟ يرد بالك من الخطأ الشائع. هيروشيما قنبلة هيروشيما. وين هابطة؟ اليابان. الجواب صحيح. هذا حديث. سؤال لمريم مرة أخرى. ما هي معاهدة باردو؟ واحد إلغاء الرق، إلغاء الجباية، أم بداية الحماية على تونس؟ سعدي استكفى على روحك. كل واحد استكفى بنفسه عايش. ما هي معاهدة باردو؟ باردو إلغاء الرق. مريم لو ما شنو إلغاء الرق مريم؟ إيش معناها؟ شنو تو انت باش تكنس؟ لا نسال فيه معناها شنو؟ العبوديه حد يقول زعما باش تكنس؟ دفنينو مع بعضنا ساعه. صحيح صحيح. باهي تاكود والريق هذا نهار. اسال فيه على الرق. قول على حد قول له يزي من الرق كي تحكي معايا. والروايق هذا ما تسيبوش علينا. والله. الواحد ورقه. قال شنو معناها الرق؟ برضه يا مريم يزمك تعرفها. اما قدكش شميتي سي با بوسيبل. نو انا ما نحبش نتصرف كيف ما هما ونعرف كني انت بتجاوب اجابه صحيحه وعندي ثقه فيك. شنو عارف كني حزت حط لي انت عندي ثقه فيك زوز عنك ما يعرفوش الجواب. ما عندناش الثقه فروي احنا عندنا الثقه فيك. يلا يلا مريم جاوب انت. ليه حد مزيان تعال. لا مريم اقراها الكل اقراها الكل. شو السؤال؟ انا هي معاهدة بايدو انا نتصور غرق غرق بداية حماية على تونس. لا ما دخلتش عليها. بداية حماية على تونس. واش جاوب صحيح؟ يلا برافو. سؤال لصفاء. اي من شارك عبد الحليم فيلم معبود الجماهير؟ سهل جدا شادية. واش جواب صحيح؟ برافو. برافو. مع البلوي. ثلاثة ثلاثة. يلا يجي سفيان. لا مش يخطوني. لا لعبة تلميذ. سفيان ووليد الزين. يلا. لا لا سفيان برافو. يلا عزبتني بزينك. ريت مريم نكونوا معناها رابحين مرة في الأسئلة الثقافة العام. ما يعرفش يجسد لغيت. والله مش يشلني. هذا هزهم الزوز. هذا. يلا. اليوم التام تاعنا اغاني عمرو دياب. اوعاد يلا يبدا وليد الزين. ايه سي وليد ضرب تك تك كي حبيبي حبيبي نور العين. برافو الجواب صحيح. يلا احنا تو تعلم تعلم يا سفيان. يلا زيد غادي. يا سعدي ركز معايا. هاي بابا هاي الكلام ليك. أنا مش أنا مش عارفني أنا تهتي مني. أنا مش أنا كنت مني عمرو دياب. أي سنة كم عمرو دياب ركز. لا يمثل أنا يا كرهبة كمال. رني انا ما عندي حدا دخله يمشي. انا اكثر واحد بيحبك. انا اكثر واحد جواب حب سعيد معاها ما نوصل معاها. ايه هي قالت زي نوفل عزيز زي نوفل عزيز حق عزيز تعاو فيهم راه نغار. انت ديما نغار هكا امشي. ايا وليد ركز وليد. انا عايش انا مش عايش ومش عايش. انا عايش ومش عايش. ولا عارف يوم انسى ولا عايز حبيبي. يلا 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 سفيان. هاي يا سفيان
تملي معاك. تملي معاك. يسكت يا اسكت يسكت نقول الساعه تعمل لك سفين هذيك الغنايه نتاع وليد عملت هكا. ركز بغنايتنا نحن بالله. باهي الكل كان طيب. اسكت اسكت اسكت. كان عندك حق. عند انا يا نجوم اللي عمرو دياب. تعمل لي هكا وهكا سفيه انت كيفاش باش نقول لك انا ليل نهاري تعال. برافو برافو يا جواد. يلا وليد. أمارين دول ولاعينين. أمارين دول ولاعينين. خاطر خاطر يجسد بالكدا. جاوب الراجل مازال ما تحركش. مازال هو مازال. يلا. هاي سفيان. هاي سفيان هاي. لا لا العالم الله. العالم الله. لا لا مش هكا مش هكا. عمر ضياب هشوم يا مريم ولدت معاه زاد انت فتشاك سي كده حبيبي. لا 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 ما نحبكش. لحظة سيد فارست كده عيني كده عيني بالحق عيني في شغلة كده عيني نجبح من عين انا ركز ركز معنا بلاي خلينا نطلعوها بالحق نسيت انا صباحك بقي بقي صوتي بقي في لساني صباحك في بقي صباحك في بقي صباحك في بقي عمرو مصري ولا عمرو دياب عنده صباحك في فمي وشنيه في بقي وشنيه ده كلام 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 ما تخافيش ما تخافيش انا كلام التالي ما ترديش رانا اسمعوا الاغنيه ما تكلمش ما ترديش علي انا انا كيف فنان ما نحبوش بدلت له الاغنيه. يلا هذه اغنيه ممتعه لسفيان. يلا سهله دي سهله تيسكت. يلا امارين دول ولا عليك مريض هذا قلت لك بيت في الشارع البارح هذاك انت متردد انت باش تجسدها داخل بعضك باش تسميها انا 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 كيفني تو لا عاد باش بالك ميل ميل اموت اموت في عينيك ميل يا ميل يا غزيل ميل عمر ذياب عمر ذياب موال الغربة من كم سنة وانا ميال ميال الحمد لله الحمد لله على سلامتك زيدهم اغنية اخرى كلهم عليها اعطينا الوليد اغنية عاد اعطينا الوليد اغنية تملي معاك غلطة 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 يلا هي غلطة طلعت تعال اخر اخر اغنية ونعمل لها الشطحة ترى ترى تعلم تعلم يا وليد داي تعلم يا سفيان وليد انت حتى ما تحركش نطلعوها راه تعلم حبيبي يا نور لا استنى امشي امشي بعدها ايش اسم هذيك عودوني عودوني يا وليد تحية اليوم يعطيك الصحة تحية ومرة أخرى فريق النينجا هو اللي يربح مريم بالميمي نفعتنا حصة ممتازة بيك ولكن ما ربحتهمش شكرا ليك سعد الزيداني شكرا نوفل شكرا ليك وليد الزين شكرا نوفل شكرا لكيب شكرا للمشاهدين وفرحانين برشا اللي مريم بحذانا الليلة الله الله شكرا ليك صفاء ميرسي بوكو نوفل ميرسي للناس اللي تفرج فينا وميرسي سبيسيال فلور دو ليس بور لا ميزون بوتي
بلال. ميرسي نوفل وميرسي مريم على الجايه نتاعك وميرسي للجمهور اللي قعد معنا لتو. شنو ميرسي الجمهور قاعد معنا من في روح يعني ناشط وكذا وعم جو تحيه اليوم. ميرسي شكرا مريم. نجم نخدم معك في سيتكم بلاش دبي مريومه. دونك خوك من بوكسكم ان شاء الله نشوفوه نشوفوا برشا حاجات جديده. يعطيك الصحه. نخلي لك كلمه ختام. والله استنونا في رمضان في سيتكم خوك من بوك جوست بعد شقان فتر وان شاء الله ينال اعجابكم وان شاء الله راهي حاجه جديده بالحق بالحق راهي حاجه جديده وحاجه مزيانه 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 على الاخر. ننصحكم لو كان تستناوها وتتفرجوا تستناوها وتتفرجوا فيه فريمون سي كيك شوز دو نوفو حاجه جديده. يعيشك وبرافو ويعطيك الصحه على الخدمه تخدم فيها الكل. اللي نحب نسالها في الاخر تفضل كيفاش حسيت روحك هكا معانا في الجو هكا؟ والله يا ما انا وفات مستانسه بكم مستانسه بكم معناها هي تسالك كيفاش حسيت روحك خاطر خدمه اكثر منك انت جديد بارك الله وصبح على خير كان رايد على روحك. شكرا جمهورنا شكرا تلفزيتنا نتقابلوا نهار الجمعه الجايه. حجاجنا ومعتمرينا في مم عينينا.